السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشدة المعدنية، إذا زاد ارتفاع السقف الصافي عن 3 متر و60 سنتي، يفضل أن لا تستعمل الجاكات حتى لا تتعرض للانحناء أثناء الصب بسبب زيادة الارتفاع، إنما نستعمل الشدة المعدنية كاملة. هنا مثلا هذا السقف الذي رأيناه سابقا عبارة عن 3 متر، لا بأس لو تم وضع جاكات ثم تم وضع الشدة الخشبية النجارة عليه. لكن لو زادت المسافة الصافية، يعني من هنا من أرضية هذا الأرض إلى أول السقف، لو زادت عن 3 متر و60 سنتي، فحينها يعني تعتبر أن المسافة كبيرة نوعا ما، فحينها يفضل أن نستعمل الشدة المعدنية لأنها أقوى. لو نلاحظ مكونات الشدة المعدنية: قاعدة القائم، هذه بالدائرة البيضاء الصغيرة في يمين الصورة، قاعدة القائم يتم وضع فيها هذا القائم الذي هو في اللون الأزرق، هذا القاعدة ثم القائم، ثم يوجد برندة بين القوائم، هذه البرندة تعمل على تقوية القائم أيضا حتى لا يسقط إذا كان الارتفاع كبير. هذه النقطة هنا هي الرابط بين القائم وبين البرندة، وهذه كمرة ألمنيوم لو نلاحظ عند السهم، وهذا هنا حامل الكمرة، هذا هو حامل الكمرة من القائم يصل إلى كمرة الألمنيوم، فهي بهذا الشكل، أظن أنها واضحة. هذا حامل الكمرة هنا أيضا، هذا هو حامل الكمرة، ثم عروق خشبية تحمل خشب السقف. هذا باختصار مكونات الشدة المعدنية. طبعا تفاصيل الشدة المعدنية موجودة بالفصل السادس من هذا الكتاب مدعومة بالصور. الآن سنتحدث عن الشدة البلاستيكية. الشدة البلاستيكية مصنوعة من البلاستيك المقوى، ولها مميزات جميلة جدا، وباتت تستخدم حديثا لمميزاتها الكثيرة. من مميزاتها أنها لا تمتص مياه الخرسانة المصبوبة، وبالتالي تحافظ على رطوبة الخرسانة، بينما الشدة الخشبية بحال لم يتم رشها بالمياه الخشبية تمتص مياه الخرسانة. ومن مميزات الشدة البلاستيكية أنها سهلة التركيب والفك والاستخدام، وأنها طويلة العمر بمقارنة بالشدة الخشبية. فالشدة البلاستيكية يمكن استعمالها من 50 إلى 80 صبة. ومن مميزاتها أن لها قوة تحمل أكبر من قوة تحمل الشدة الخشبية، ولا يوجد فيها أي هالك. ما معنى لا يوجد فيها أي هالك؟ الشدة الخشبية أثناء نزعها من السقف قد تنتزع منها بعض الأخشاب، فهذا يسمى هالك، لا يصلح للاستعمال مرة أخرى. أما الشدة البلاستيكية فلا يوجد شيء كهذا. ومن مميزاتها أنها توفر وقت ومجهود كبير في التركيب والفك، فهي سهلة التركيب والفك وخفيفة الوزن. لو نلاحظ هنا في هذه الصورة، الخرسانة التي تصب فيها تكون مستوية ومنتظمة تماما، مثل هذا الذي في العمود، لكن ثمة شدات خشبية يوجد لها أشكال معينة بحسب الطلب، كما هذا الذي نراه في الصورة عند الدائرة السوداء. لو لاحظنا كيف شكلها، كيف شكل الخرسانة يصبح بحسب الطلب. من عيوبها أنها غالية جدا مقارنة بتكلفة بقية أنواع الشدات. إلى هنا ينتهي هذا الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبكم في الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته.